আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহু। আম্মা বা'দ, ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ফাইযা রাকিবু ফিল ফুলকি দা'উল্লাহ মুখলিসিনা লাহুদ্দীন ফালাম্মা নাজ্জাহুম ইলাল বাররি ইযাহুম ইউশরিকুন। رئيس هذه الحفلة الثقافية الإسلامية المباركة الميمونة والقضاة الماهرون والمستمعون الأعزاء، أرحبكم ترحيبا حارا، أحييكم بتحية الإسلام الخالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، قمت أمامكم لأن ألقي كلمة وجيزة مهمة حول موضوع أنواع الشرك الأكبر. شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الثالث: شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الرعب شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأخيرا أقول لكم إن هذا الموضوع ضروري ومهم جدا في حياتنا الإسلامية، فعلينا أن نهتم ونعلم به في أسرع وقت ممكن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله.